ارتفعت أصواتهم للمطالبة ببعض من حقوقهم. أرادوا تغيير واقعهم المفروض عليهم بسلمية، لكنهم نسوا أن زمن رفع الصوت ولا منذ زمن، وبالتحديد منذ سيطرة ميليشيا الحوثي ومخلوع على العاصمة صنعاء وقضائها التام على الدولة. جاء الرد قاسيا من الميليشيا، تم منح 400 موظف في مؤسسة الثورة إجازة إجبارية، والإجازة الإجبارية تعني توقف صرف الرواتب وحرمان مئات العائلات من حقوقهم بعد مطالبة الموظفين ميليشيا الحوثي والمخلوع بصرف مستحقاتهم. هذا السبب كان كافيا لجعل هؤلاء يخسرون وظائفهم ومصدر رزقهم الوحيد في زمن أصبحت فيه المطالبة بالحقوق جريمة كبرى يستحق عليها العقاب. الموظفون نشروا كشوفات لنحو 400 موظف، منهم أكثر من 100 صحفي وآخرين من الفنيين والعاملين في المؤسسة أجبروا على أخذ الإجازة، واعتبروا هذه الإجراءات والتي جاءت بعد عمليات إقصاء وتهميش وتهديد خطوة استباقية لإحلال الميليشيا مزيدا من الموظفين التابعين لها بدلا عن الموظفين الرسميين. صبر الموظفون أشهرا بانتظار وعد من قيادة المؤسسة والتي غيرها الحوثيون بقيادات منهم لمنحهم مستحقاتهم خلال شهر رمضان، لكن مكافأة الموظفين بهذا الشهر الفضيل فاقت التوقعات عندما قررت الميليشيا الاستغناء عنهم.